بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي فاتت شفنا تعريفات الاستابيليتي، وعرفنا ان اللي بيحدد اذا كان السيستم ستيبل ولا مش ستيبل هي البولز اللي في السيستم. فشفنا ان لو البولز موجودة في الليفت هاف بلين يبقى السيستم ستيبل، لو عندي بولز في الرايت هاف بلين او على الجيومجا اكسس يبقى السيستم مارجن ستيبل او ان ستيبل. فاللي بيحدد الموضوع ده هو البولز، والبولز هي الروتس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن. ففي تول مهمه ودي اللي احنا عايزين نبص عليها النهارده اللي هي الراوث هيرويتس كريتيريون، والتول دي بتتعامل مع اي بولينوميال او كاركترستيك ايكويشن وتحدد اماكن الروتس. اقصد دي بتحدد اماكن الروتس، مش بنحسب الروتس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن، لكن بنحدد اذا كنا البولز كام بول موجود في الليفت هاف بلين، كام بول موجود في الرايت هاف بلين، وكام بول موجود على الجي اوميجا اكسس. يبقى من غير ما اعرف البولز ارقامها كام او هي فين بالظبط، بعرف عندي كام بول في كل مكان، وبالتالي اقدر احدد الاستابيليتي من غير ما احسب او من غير ما احل الكاركترستيك ايكويشن. فالتول دي هنتعرف عليها النهارده. عشان اقدر استخدم التول في خطوتين. الخطوه الاولانيه ان انا بكونستراكت او ببني الراوث تيبل، وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي بنعمل التيبل. اول حاجه انا عندي سيستم، الاكزامبل اللي معانا دلوقتي فيفث اوردر سيستم، فبيبقى عدد الروز في التيبل اللي هنعمله هو n بلس 1، وان ده اوردر السيستم. ففي الحاله عندنا دي اوردر 5، يبقى احنا عندنا التيبل فيه 6 صفوف او 6 روز. بنبدا باول صف s باور 5، وده اعلى باور عندنا في الكاركترستيك ايكويشن او في البولينوميال، وبعد كده s 4 s باور 3 s باور 2 s باور 1 لحد s باور 0. وبعدين نبدا نملا اول صف والتاني والتالت وهكذا. اول صف بنملاه ازاي؟ الصف الاولاني هو s باور 5، فبروح ببدا بالكوفيشنت s باور 5 اللي هو a 5 واكتبه، يبقى ده اول element في اول صف a 5 اللي هو كوفيشنت s باور 5. وبعدين بفوت كوفيشنت s باور 4، اسكيب ال a 4 واروح على كوفيشنت s باور 3 اللي هي a 3، وبعدين هسكيب كوفيشنت اس باور 2 واروح على كوفيشنت اس باور 1 اللي هو اي 1، وبعدين هسكيب اي 0 اللي هو كوفيشنت اس باور 0، وبعد كده انا ما عنديش حاجه ثانيه خلاص، يبقى انا هقف هنا، يبقى انا كده خلصت اول رو لان ما فيش اي اليمنت ثاني. وبعدين هنتقل عشان املى الرو الثاني اللي هو بيبدا باس باور 4، فاروح على كوفيشنت اس باور 4 الاقي ان هو اسمه اي 4، وبعدين هسكيب كوفيشنت اس باور 3 واروح على كوفيشنت اس باور 2 اللي هو اي 2، وبعدين سكيب كوفيشنت اس باور 1 واروح على كوفيشنت اس باور 0 اللي هو a 0، وكده انا خلصت الكوفيشنتس اللي عندي. يبقى خلصت كده، دي الطريقه اللي بعمل بيها اول وتاني رو في التيبل او في راوث تيبل. طيب اس باور 3 طريقتها مختلفه بقى، مش بملى عشان اعمل صف اس باور 3 انا بحتاج او بستخدم الاليمنتس اللي موجوده في صف اس باور 4 واس باور 5، يعني عشان املى اي صف بعد كده في الجدول ما عدا اول صفين بعتمد على القيم اللي انا جبتها من اول صفين زي ما هنشوف. فهنقول مثلا ان الصف الثالث ده فيه قيم بي 1 بي 2 بي 3. طيب القيم دي بتساوي ايه؟ بي 1 هتساوي ماينس الديترمينانت. طيب فين بي 1؟ بي 1 هو اول اليمنت في الصف الثالث، فباجي عند اول اليمنت في الصف اللي فوقيه على طول، احط عليه دايره كده واعلمه، وانا هستخدم الصفين دول علشان احسب القيم بتاعه بي 1. فبنيجي على الديترمينانت ده، يبقى الديترمينانت اللي هو a 5 a 3 a 4 a 2، اخد الديترمينانت واضربه في ماينس 1، وبعد كده اقسمه على الاليمنت اللي انا معلم عليه بالاصفر اللي هو a 4، ويبقى دي قيمه بي 1. طيب نحسب بي 2 ازاي؟ اولا بي 1 ده هيبقى ايه؟ هيبقى اي 4 مضروبه في اي 1 ماينس اي 5 في اي 0 مقسومه على اي 4، دي قيمه بي 1. بي 2 بالنسبه لبي 2 بنعمل نفس الكلام، بس بدل ما ديترمنت بثبت معايا اول عمود اي 5 واي 4، بس بدل اي 3 واي 2 بروح لاي 1 واي 0، فيبقى اي 4 مضروب في اي 1 ماينس A5 مضروب في A0، واقسم برضو على A4، يبقى A4 مضروب في A1 ماينس A5 مضروب في A0 واقسم على A4، يبقى دي قيمة B2. بنفس الطريقة قيمة B3 هتبقى هنا، خلاص انا اخلي A1 و A0 صح، هنا يبقى كأن عندي 0 و 0، فكأني بضرب A4 في 0 ناقص A5 في 0، فB3 هتساوي صفر. طيب نفس الطريقة بقى اللي عملنا بيها الصف S3 هي اللي هنعمل بيها باقي الصفوف بالظبط. فهنيجي نعمل الصف S2 عشان هستخدم الاليمنتس اللي في الصف S4 و S3 عشان نملى الصف S2، واروح على اول اليمنت في الصف اللي فوقيه على طول يعني B1 واعلم عليها واحسب C1 C2 C3. C1 بنفس الطريقه هتبقى B1 مضروبه في A2
بي واحد في اتنين ماينس اي اربعة في بي اتنين او ماينس اي اربعة في بي اتنين ومقسومة على الالمنت اللي انا معلم عليه بالاصفر اللي هو بنسميه البيفوت تيرم، هقسمه على بي واحد، يبقى ده كده سي واحد. سي اتنين هتبقى بي واحد في اي زيرو ماينس اي اربعة في بي تلاتة، يبقى بي واحد في اي زيرو ماينس بي اربعة اي اربعة في بي تلاتة، وبي تلاتة احنا حسبناه ان هي بصفر، فهيبقى ماينس اي اربعة في صفر، يعني بي واحد في اي زيرو بس لما اقسم على بي واحد الكلام ده هيطلع اي زيرو، يبقى السي اتنين طلع بتساوي اي زيرو، وزي ما حسبنا بي تلاتة طلع بصفر سي تلاتة برضو هتطلع بصفر. نفس الكلام اللي عملناه نكرره تاني عشان نحسب اس واحد، فهتبقى سي واحد في بي اتنين ماينس بي واحد في سي اتنين اللي هي بتساوي اي زيرو مقسومة على سي واحد، وبعدين احسب الالمنت التاني في الصف اس واحد هتبقى سي واحد في صفر ماينس بي واحد في صفر، فهيبقى عندي صفر هنا، وبعدين اخر صف اللي هو اس زيرو هيبقى هستخدم الصفين دول اس واحد واس اتنين عشان احسبه، فهتبقى سي واحد في بي اتنين اللي هو الرقم ده مضروب في اي زيرو ماينس سي واحد مضروب في زيرو، فسي واحد في زيرو بزيرو، يبقى الرقم اللي هو في المربع مضروب في اي زيرو مقسوم على الرقم في المربع، يبقى الاي زيرو هتنزل زي ما هي، وانا كده يبقى خلصت الراوت تيبل. يتبقى بقى الخطوه الثانيه ان انا اقدر اطلع معلومات من الراوت تيبل عشان احدد الاستابيليتي، ودي هنشوفها لما ناخد اكزامبل بالارقام. فالاكزامبل اللي عندنا اللي هنبدا بيها، هنفترض ان احنا عندنا ترانسفير فانكشن جي اوف اس بتساوي ان اوف اس، وانا سبت الان اوف اس بالشكل ده لان انا مش مهتم بالزيروز، الزيروز ما بتاثرش على الاستابيليتي، المهم في تحديد الاستابيليتي هي البولز، فانا هقول ان الجي اوف اس بتساوي ان اوف اس على اس كيوب بلس 10 اس سكويرد بلس 31 اس بلس 1030. هنا نفترض ان دي ترانسفير فانكشن بتاعتنا، احنا عايزين نحدد الاستابيليتي بتاعتها. يبقى الخطوات، الخطوه الاولانيه ان انا اعمل الراوث تيبل اس باور 3 اس باور 2 اس باور 1 اس باور 0، وبعدين املى اول رو كوفيشنت اس باور 3 وبعد كده كوفيشنت اس باور 1 وبعد كده خلصت مفيش كوفيشنت ثانيه كده، وبعدين كوفيشنت اس باور 2 كوفيشنت اس باور 0. في حاجه ممكن اعملها في الراوث تيبل ما بتاثرش على النتائج وبتسهل الحسابات، ان انا ممكن اجي على اي صف زي مثلا الصف ده واقسم على اي رقم بوزيتيف، يبقى انا هنا مثلا لو قسمت الصف كله على 10 فده هيبقى 1 وده هيبقى 103، يبقى انا من حقي اعمل الخطوه دي من غير ما تحصل اي مشاكل، بس بشرط ان انا اقسم الصف كله على نفس الرقم والرقم ده يكون رقم موجب. وبعد كده نكمل الجدول، فهيبقى عندي 1 في 31 ناقص 1 في 103 اللي هي 1 في 31 ناقص 1 في 103 على 1، فده يديني ناقص 72، وبعد كده هنا 0 وهنا 103، يبقى انا كده خلصت الجدول. عايزين بقى نعمل الخطوه الثانيه اللي هي interpreting الراوث تيبل، او ان انا اطلع منه بقى المعلومات اللي انا عايزها عشان احدد الاستابيليتي. الخطوه دي انا بروح ابص على اول عمود في الجدول وبعدين احدد اشارات اللي عندي، اشارات الارقام في العمود ده، فاول رقم واحد فاشارته بوزيتيف، تاني رقم واحد برضو اشارته بوزيتيف، تالت رقم نيجاتيف 72 اشارته ماينس، تالت رقم بوزيتيف، وبعدين يبقى انا رحت على اول عمود شفت اشارات الارقام اللي في العمود ده، وبعدين اشوف عندي كام تغير في الاشاره لو انا ابتديت من اول العمود لاخره، فانا هبدا عند اول رقم اللي هو هبدا عند رقم الواحد من الاول خالص هنا وانا نازل كده، واشوف في عندي كام تغير اشاره، فالاقي من بوزيتيف لبوزيتيف مفيش تغير، من بوزيتيف لنيجاتيف هنا في تغير اشاره واحد، ومن نيجاتيف لبوزيتيف هنا في تغير كمان، يبقى انا عندي تغيرين. يبقى القرايه بتاعتي ان انا بحدد ان انا عندي تو ساين تشينجز، في تغيرين في الاشارات في العمود الاول. القانون بقى ان النمبر اوف رايت هاف بلين بولز، عدد البولز اللي موجوده في الرايت هاف بلين بيساوي عدد الساين تشينجز، نمبر اوف ساين تشينجز، يبقى التغير في الاشارات في العمود الاول بيساوي عدد تغير الاشارات في العمود الاول بيساوي عدد البولز اللي في الرايت هاف بلين. فانا لما شفت في المثال عندي لقيت ان انا عندي 2 ساين تشينجز، معناها ان انا عندي 2 رايت هاف بلين بولز. طيب والسيستم فيه كام بول اصلا؟ السيستم اوردر 3، احنا عارفين ان السيستم اس باور 3 هنا اعلى اوردر اعلى باور، يبقى السيستم اوردر 3، يبقى انا عندي 3 بولز، 2 منهم في رايت هاف بلين، يبقى عندي بول في الليفت هاف بلين، يبقى انا عندي حددت اماكن البولز من غير ما اعرف قيمتها كام عن طريق الراوت تيبل، وساعتها اقدر اقول ان السيستم ان ستيبل. وانا فعلا لو رحت اشوف، لان السيستم ده ثيرد اوردر ممكن اجيب الروتس بتاعت البولينوميال او الكاركترستيك ايكويشن باستخدام الكالكوليتور، فانا هعرف لو رحت بصيت على البولز هلاقي ان انا عندي بول في الليفت هاف بلين عند ماينس 13.4، وعندي كومبلكس كونجكت بولز في الرايت هاف بلين عند 1.7 و 8.59
جي وماينس 8.59 جي الكونجكت بتاعه. فالمثال ده وضح ازاي نستخدم الراوث تيبل عشان نحدد الاستابيليتي من غير ما اعرف القيم دي، مش محتاجه عشان احدد الاستابيليتي، فقط ان انا ابقى عارف كام بول موجود في كل جزء من الاس بلين. في تو سبيشال كيسز هنبص عليهم، ودي سبيشال كيسز بتظهر وانا باجي بكون الراوث تيبل. سبيشال كيس الاولانيه هنشوفها باكزامبل. هنشوف ان احنا عندنا الجي اوف اس يساوي 10، فالجي اوف اس بالشكل ده هاجي اكون الراوث تيبل زي ما شفنا، هيبقى اس 5 اس 4 اس 3 اس 2 اس 1 لحد اس 0، وابدا بالطبيعي جدا هبدا بالكوفيشنت اس 5 1، وبعد كده اس 3 3، وبعد كده اس 1 5، خش على بعده ويبقى 2 6 3. طيب نيجي نحسب بقى الاول اليمنت في اس باور 3، فهعمل 2 في 3 ناقص 1 في 6، 2 في 3 ب 6، 1 في 6 ب 6، يبقى ده هيبقى عندي هنا 0. اكمل عادي 2 في 5 ناقص 1 في 3 هيديني 7، واقسمه على 2 يبقى 7 على 2، وبعد كده هنا هيبقى عندي 0. طيب اول ما الاقي 0 في اول صف اعرف ان انا في سبيشال كيس الاولانيه. ليه؟ لان لما اجي اروح احسب الاليمنتس الموجوده في الرو اس 2 هاجي اروح عامل 0 في 6 ناقص 2 في 3.5 او 7 على 2، وبعد كده اقسم على 0، فلما اجي اقسم على 0 هيبقى عندي مشكله. فعشان نحل المشكله دي بنعمل ايه؟ بنشيل ال 0 ونحط مكان ال 0 ايبسلون، يبقى بنحط لتر ايبسلون، والابسلون ده بعد كده نشوف هنتعامل معاه ازاي. بس هنعتبر ان بدل الزيرو دي عندنا ابسلون ونكمل الجدول وكأن مفيش اي مشكله. فلما نيجي نحسب الاليمنتس اللي في الاس 2 هنعمل ايه؟ ابسلون مضروب في 6 ناقص 2 في 7 على 2 ب 7 مقسوم على الابسلون، يبقى 6 ابسلون ناقص 7 مقسوم على ابسلون. يبقى ده اول اليمنت في اس 2. نوسع على نفسنا شويه، يبقى اس 1 اس 0. طيب نكمل بعد كده، لما نكمل هيبقى عندنا ابسلون مضروب في 3 ناقص 2 في 0 على ابسلون، فهيديني 3 هتنزل زي ما هي. وبعدين الاليمنت الموجود هنا هيبقى 6 ابسلون ماينس 7 على الابسلون في 7 على 2 ناقص 3 في ابسلون، كل ده مقسوم على 6 ابسلون ماينس 7 على الابسلون. عشان اسمبليفاي هضرب في 2 ابسلون فوق وتحت، الابسلون دي هتروح مع الابسلون دي، فده الكلام ده يديني، وهنا الابسلون هتروح مع الابسلون، هيبقى لي 12 ابسلون ماينس 14، وهنا هيبقى عندي ماينس 6 ابسلون سكويرد، ودي هتبقى سكويرد، وبعد كده الاثنين دي هتروح مع دي، هيبقى عندي هنا ماينس 49، وبعد كده هيبقى عندي 42 ابسلون. يبقى الترم ده هيطلع 42 ابسلون ماينس 6 ابسلون سكويرد ماينس 49 على 12 ابسلون ماينس 14، وبعدين نضرب الكلام ده في صفر وده في صفر، فده هنا يبقى صفر، وبعد كده التلاتة هتنزل. يبقى اللي احنا عملناه في السبيشال كيس الأولانية إن أنا لقيت عندي صفر في أول إليمنت ثرو من صف من الصفوف ثرو من الروز، فلقيت إليمنت بصفر، بس مش الصف كله بصفر، أول إليمنت بس، فشلت الصفر حطيت مكانه إبسلون وكملت الجدول عادي. طيب عايزين بعد كده نروح على الخطوة كده، الخطوة رقم 1 constructing الراوث تيبل. الخطوة رقم 2 إن أنا بقى أقرأ الراوث تيبل وأحدد السيستم سيبل ولا لأ. فهنروح كالعادة نشوف أول عمود عندي وأشوف الساين تشينجز. طيب فهلاقي إن الواحد ده بوزيتيف، الاثنين بوزيتيف، هلاقي الابسلون، الابسلون ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ انا اللي بحدد. يبقى انا ممكن اختار براحتي، يبقى انا لو اخترت مثلا والاختيار مش هيفرق، فانا اختار ان البوزيتيف ده رقم الابسلون قصدي رقم بوزيتيف، وانا عارف ان الابسلون ده مكان الصفر، فهو رقم بيابروتش الزيرو، يعني الابسلون ده رقم قريب جدا من الصفر وبوزيتيف، فبناء على الاختيار ده يبقى الترم ده كمان بوزيتيف. هاجي ابص على الاليمنت اللي بعد كده هلاقي 6 ابسلون ماينس 7 مقسوم على الابسلون، انا عارف ان الابسلون ده رقم بوزيتيف، بس عارف كمان ان هو رقم صغير جدا، فال6 ابسلون مقارنه بال7 هقدر اهملها، ال6 ابسلون مقارنه بال7 هقدر اهملها، الابسلون ده رقم قريب جدا من الصفر، فهيتبقى لي ماينس 7 على ابسلون، ماينس 7 رقم نيجاتيف مقسوم على ابسلون، انا اخترت ان هو بوزيتيف يبقى ده نيجاتيف. نفس الكلام هنعمله في الاليمنت اللي بعد كده، 42 ابسلون و6 ابسلون سكوير هقدر اهملهم مقارنه بالماينس 49، وفي الدينومينيتور 12 ابسلون هقدر اهملها مقارنه بالماينس 14، يبقى لي ماينس 49 على ماينس 14 ده رقم ايه؟ بوزيتيف، والثلاثه رقم بوزيتيف. يبقى بعد ما حددت اشاره الاشارات اشوف عندي كام ساين تشينجز، الاقي ان انا عندي من هنا لهنا في ساين تشينج ومن هنا لهنا في ساين تشينج، يبقى انا عندي 2 ساين تشينجز، يبقى انا عندي 2 رايت هاف بلين بولز، والسيستم ده فيه كام بول؟ فيه 5 لان السيستم اوردر 5، يبقى الباقي المتبقي من الخمسه هم 3 هيبقوا موجودين في الليفت هاف بلين بولز، وحكمي على السيستم ان هو ان ستيبل.
لان انا عندي اتنين بولز في رايت هاف بلين. طيب لو حد كان اختار ان الابسلون نيجاتيف، هل كان المعلومات دي هتفرق؟ تعال نشوف. اول تو اليمنتس مش هيفرقوا في حاجه. لو حد اختار ان الابسلون ده رقم نيجاتيف، يبقى تالت اليمنت هيبقى نيجاتيف، رابع اليمنت هيبقى ماينس 7 على ابسلون، ماينس 7 نيجاتيف على رقم نيجاتيف يبقى بوزيتيف، وبعد كده اخر اتنين هيفضلوا بوزيتيف زي ما هما. هيبقى عندي برضو تو ساين تشينجز، بس الساين تشينجز اماكنها اختلفت، لكن في الاخر عدد الساين تشينجز ما اختلفش. هيبقى من هنا لهنا في ساين تشينج، من هنا لهنا في ساين تشينج. يبقى السيستم برضو في 2 رايت هاف بلين بولز، 3 ليفت هاف بلين بولز، والسيستم انستيبل. يبقى دي الطريقه اللي بنتعامل معاها مع السبيشال كيس الاولانيه. السبيشال كيس الثانيه هنشوفها برضو باكسامبل. اس 5 بلس 7 اس 4 بلس اس اس 3. طيب يبقى ده البولينوميال في الدينومينيتور، وعايزين نجيب الروت، نشوف الروت بتاعته مكانها ايه. فهنعمل راوث تيبل، نبني الراوث تيبل، ودي الخطوه الاولانيه. يبقى عندي اس باور 5، اس باور 4، S بار 3، S بار 2، S بار 1، S بار 0، 1، 6، 8، 7، 42، 56. وممكن زي ما قلنا، ممكن يعني مش لازم، بس ممكن أسأل على نفسي وأقسم، ألاحظ إن الرو ده كله فيه كومن فاكتور 7، فممكن أقسم على 7، فهنا يبقى 1 و6 و8، وبعدين أجي أحسب الرو زي ما إحنا متعودين في S بار 3، فهلاقي 1 في 6 ناقص 1 في 6 0، 1 في 8 ناقص 1 في 8 0، وبعد كده طبعا 0. فيبقى عندي رو كله صفار، مش أول إليمنت بس اللي بصفر، لا، لقيت صف كله صفار. ساعتها يبقى أنا عارف إن أنا في سبيشال كيس رقم 2. أتعامل معاها إزاي؟ أروح طالع على الصف اللي فوقيه، لقيت صف كله صفار، أطلع على الصف اللي فوقيه وأكستراكت منه البولينوميال ده اللي هو الإيفن، هنسميه إيفن بولينوميال، هنقول ليه اسمه إيفن بولينوميال دلوقتي. بس الإيفن بولينوميال ده إيه الكوفيشنتس بتاعت البولينوميال؟ S4 كوفيشنت بتاعه 1، يبقى S4 كوفيشنت S بار، ده كوفيشنت S بار كام؟ بنفوت S بار 3 مش موجودة هنا، يبقى S بار 4 هنفوت 1، يبقى بعد كده S بار 2، يبقى الكوفيشنت بتاع S بار 2 6، وبعدين هنفوت الS بار 1 يبقى عندي الS بار 0، يبقى زائد 8 S بار 0. ده ليه اسمه ايفن بولينوميال؟ اسمه ايفن بولينوميال لان الباورز بتاعت الS ايفن، عندي 4 2 وهنا S بار 0، يبقى عندي 0 و2 و4، يبقى كل الباورز بتاعت الS في البولينوميال ايفن نمبرز، يبقى ده بيبقى اسمه ايفن بولينوميال. ما عنديش S بار 3، S بار 1، S بار 5، ما عنديش اي اود نمبر كباور للS، فده يبقى اسمه ايفن بولينوميال. طب الايفن بولينوميال ده معناه ايه؟ ده بيبقى فاكتور من البولينوميال الاساسي، يعني ده عندي البولينوميال الاساسي هو في الاخر بيساوي الايفن بولينوميال اس بار 4 زائد 6 اس بار 2 زائد 8، يبقى هو فاكتور منه مضروب في فاكتور تاني. طيب هو الفاكتور التاني ده الاوردر بتاعه كام؟ يعني هنا اعلى باور هيبقى كام؟ اس بار 1. ليه؟ لان البولينوميال الاساسي الاوردر بتاعه اس بار، او الاوردر بتاعه 5، الايفن بولينوميال الاوردر بتاعه 4، يبقى الفاكتور التاني لازم الاوردر بتاعه يبقى 1، فهو هياخد ايه؟ اس بلس بي. انا مش مهتم احدد ايه هو بالظبط، بس مهم ابقى عارف الاوردر بتاع الفاكتور التاني ده كام. يبقى الايفن بولينوميال الاوردر بتاعه 4 والفاكتور التاني الاوردر بتاعه 1. طيب نكمل الجدول ازاي؟ بنيجي على الايفن بولينوميال ونفضله بالنسبه للاس. فالاول ترم هيبقى 4 اس باور 3 زائد 12 اس زائد 0، بيتحول بيبقى التفاضل بتاعه بيبقى اود بولينوميال. طيب وبعدين ناخد الاربعه دي ونشيل الزيرو الاولاني ونحط 4، لان 4 هي كوفيشنت اس باور 3، وبعدين نشيل الزيرو الثاني وناخد نحط ال 12 اللي هي كوفيشنت اس باور 1، وبعدين نشيل الزيرو الثالث ونحط لو عندي ترم، بس انا ما عنديش، يبقى انا خلاص كده ايه خلصت. يبقى 4 12 0، ممكن اقسم الرو كله على 4، فيبقى هنا عندي 1، يبقى هنا عندي 3، وبعدين اكمل الجدول عادي جدا. فتكملت الجدول هيديني هنا 6 ناقص 3 على 1 يعني 3، وال 8 هتنزل، وبعد كده هتبقى تلت، وهنا مفيش حاجه، وبعد كده هنا ال 8. يبقى تاني سبيشال كيس 2 بعرفها ازاي؟ لما الاقي صف كله صفار بتعامل معاها ازاي؟ بطلع على الصف فوق الصف اللي كله صفار، اكستراكت منه الايفن بولينوميال، افضله واخد الكوفيشنتس اللي طلعت ابدلها بالاصفار، اشيل الاصفار واحطها مكانها، وبعد كده اكمل الجدول عادي. وبعدين عشان اقرا الجدول واروح اخش على الخطوه رقم 2، بروح ابص برده على اول عمود، بعمل جدول تاني صغير كده، بقول ايه؟ ايفن بولينوميال واذر. يبقى انا عارف ان البولينوميال الاساسي بتاعي مكون من ايفن بولينوميال واذر بولينوميال، بولينوميال تاني كده على جنب، ايفن واذر. طيب وبعدين الايفن الاوردر بتاعه كام؟ 4، والاذر الاوردر بتاعه 1. وبعدين بكتب بقى هنا ساين تشينجز، وبعدين الرايت هاف بلين بولز، الليفت هاف بلين بولز، الجي اوميجا اكسس بولز.
ببدأ بالأذر، عايز أشوف أبدأ أملأ العمود بتاع الأذر ده. برجع تاني على أول عمود في الراوت تيبل، بس مش ببص على العمود كله، مال ببص من بداية خالص لحد الصف اللي أنا خدت منه الإيفن بولينوميال. يبقى أنا ببدأ من البداية خالص لحد الصف اللي أنا خدت منه الإيفن بولينوميال. يبقى أنا هبص على الجزء ده من العمود واشوف عندي في كام ساين تشينج. فانا اول اليمنت بوزيتيف، تاني اليمنت بوزيتيف، يبقى انا ما عنديش اي ساين تشينجز. يبقى في الاذر بس، مش في كله، في الاذر بس عندي زيرو ساين تشينجز. وبالتالي احنا قلنا النمبر اوف ساين تشينجز هي النمبر اوف رايت هاف بلين بولز، فيبقى عندي زيرو رايت هاف بلين بولز. وزي ما هنشوف بعد كده، طالما انا مش في الايفن بولينوميال يبقى دايما الجي اوميجا اكسس بولز زيرو. احنا عمرنا ما اتكلمنا على الجي اوميجا اكسس لحد دلوقتي في الحالات اللي قبل كده. يبقى البولز فين؟ انا عندي اصلا ما عنديش غير بول واحد بس، هو لا في الليفت هاف، لا هو مش في الرايت هاف بلين ولا في الجي اوميجا اكسس، يبقى هو في الليفت هاف بلين. طيب وبعدين عايز ابص بقى على الايفن بولينوميال. ببدا الايفن بولينوميال من الصف اللي انا خدت منه الايفن بولينوميال لحد تحت خالص. يبقى انا ببص دلوقتي على الجزء ده من العمود من الصف اللي بشوف ده الاليمنت ده كمان معايا. يبقى انا بشوف الصف بدايه من الصف اللي انا خدت منه الايفن بولينوميال، اللي هو الصف اللي كان فوق كل الصف اللي كله صفار لحد الاخر. وبعدين برضو بشوف عندي كام ساين تشينج. يبقى انا بلس 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 بلس، يبقى انا برضو عندي زيرو ساين تشينجز. بس هنا بتختلف بقى، زيرو ساين تشينجز اللي ما بيختلفش ان هو برضو زيرو رايت هاف بلين. بس في لو انا بتكلم على الايفن بولينوميال، وهنشوف ليه دلوقتي كمان 5 ثواني، طالما عندي زيرو رايت هاف بلين بولز يبقى انا عندي زيرو ليفت هاف بلين بولز. ويبقى البولز فين؟ الاربعه، ما قداميش غير ان هم يبقوا في الجي اوميجا اكسس. ليه قرايتي اختلفت لو انا بتكلم على ايفن بولينوميال او مش ايفن بولينوميال؟ لان في قاعده ان انا لو الايفن بولينوميال، لو عندي ايفن بولينوميال الروتس بتاعته تبقى مميزه شويه، الروتس بتاعته بتبقى سيمتريك اراوند الاوريجين. يبقى لو انا عندي ايفن بولينوميال الروتس بتاعته تبقى سيمتريك حوالين الاوريجين، فده بيديني 3 احتمالات. يا اما يبقى عندي بول في الليفت هاف بلين واحد في الرايت هاف بلين، كده بقى سيمتريك اهو حوالين الاوريجين. يا اما الحاله الثانيه ان انا يبقى عندي بول على الجيوميجا اكسس والكونجكت بتاعه، يا اما الحاله الثالثه ان انا يبقى عندي بول في الليفت وبول في الرايت، بول في الليفت وبول في الرايت. يبقى عندي 4 بولز كومبلكس كونجكت بس يبقوا برضو سيمتريك حوالين الاوريجين. يبقى تاني الايفن بولينوميال الروتس بتاعته مميزه سيمتريك حوالين الاوريجين، ده يديني 3 احتمالات، ان يبقى عندي بول في الليفت وبول في الرايت، يبقى عندي بول الجي اوميجا اكسس والكونجكت بتاعه، يبقى عندي 2 بولز في الليفت هاف بلين كومبلكس كونجكت، وفي مقابلهم سيمتريك ليهم في الرايت هاف بلين كومبلكس كونجكت. يبقى دي الحالات بس البولز ممكنه للايفن بولينوميال. طيب فعشان كده احنا قلنا طالما انا عندي زيرو ساين تشينجز، احنا متفقين ان القاعده الثابته ان انا يبقى عندي زيرو رايت هاف بلين بولز، ما عنديش اي رايت هاف بلين بولز. وبما ان ده ايفن بولينوميال يبقى انا اكيد ما عنديش ليفت هاف بلين بولز. ليه؟ لان القاعده بتقول ان انا ابقى سيمتريك حوالين الاوريجين. فلو انا ما عنديش رايت وعندي ليفت كده ما فيش سيمتريه، يبقى انا ما عنديش برضو اي بولز في ليفت هاف بلين. يبقى البولز مكانها فين؟ ما قداميش حل غير ان البولز تبقى على الجي اوميجا اكسس. يبقى انا عندي الاربعه بولز على الجي اوميجا اكسس. يبقى هنا الاختلاف. قبل كده لو انا ما عنديش ايفن بولينوميال بشوف فيه كام رايت والباقي ليفت ومفيش حاجه على الجي اوميجا اكسس. عندي ايفن بولينوميال بشوف كام رايت وزيهم ليفت والباقي جي اوميجا اكسس. طيب يبقى نلخص تاني كده بسرعه، بنعمل ايه؟ هلاقي صف كله صفار، هطلع على الصف اللي فوقيه هطلع منه الايفن بولينوميال، افضله ابدل الاصفار بكوفيشنتس البولينوميال اللي انا فاضلته، التفاضل بتاع البولينوميال يعني. وبعدين لما اجي اقراه هبص من البدايه لحد الايفن بولينوميال، الصف اللي فيه الايفن بولينوميال، وده اشوف منه الاذر اماكن البولز بتاعه الاذر فاكتور. وبعدين من اول الصف اللي فيه الايفن بولينوميال لحد تحت هشوف اماكن البولز اللي فيه اماكن البولز بتاعه الايفن بولينوميال، وقرايتها بتختلف، قرايتها بتختلف اكوردنج، عشان احنا عارفين الايفن بولينوميال ليه حاله خاصه ليها السيمتريه حوالين الاوريجين. طيب اخر حاجه عايز اقولها في المثال ده، ان انا لو كتبت في ماتلاب كود، لو كتبت الكوماند اللي اسمه روتس، والروتس ده هدخل له array في coefficients البولينوميال. يبقى انا هبص على البولينوميال هنا واحط 1 7 6 42 8 56. لو عملت روتس وكتبت له البولينوميال او كوفيشنتس البولينوميال هيطلع لي اماكن البولز كام بالظبط. طيب فايه فايده الراوث تيبل طالما، او الراوث هيرويتس كرايتيريان، طالما انا بقدر اعرف الاماكن البولز، يا اما لو السيستم اوردر 2 او 3 او اوردر 1 هعرف احسبها بالكالكوليتر على طول، لو السيستم اكتر اكبر من كده هقدر بسوفت وير زي الماتلاب احسب الروتس اعرف البولز فين بالظبط
مش في الليفت اب بلين ورايت اب بلين، لا عند انهي نقطه بالظبط، واعرف احدد الاستابيليتي. فده سؤال هيبان ميزه راوت هيروتس كريتيريا مش في ان انا اعرف السيستم ستيبل ولا لا، بس ميزته في الديزاين كنترولر زي ما هنشوف كمان شويه. بس اخر تعليق على السيستم ده، هل السيستم ده كده اقول عليه ستيبل ان ستيبل ولا مارجنال ستيبل؟ هو طبعا السيستم مش ستيبل. ليه؟ لان السيستم عشان يبقى ستيبل لازم كل البولز تبقى في الليفت اب بلين، وده مش متحقق عندنا عشان احنا عندنا اربعه بولز على الجي اوميجا اكسس. يبقى احنا السيستم مش ستيبل، يبقى قدامي ان هو يبقى ان ستيبل او مارجنال ستيبل. ما عنديش بولز في الرايت هاف بلين، يبقى السيستم عشان يبقى ستيبل او قصدي يبقى مارجن ستيبل او ان ستيبل هيعتمد على البولز اللي على الجي اوميجا اكسس. هل عندي ريبيتد بولز على الجي اوميجا اكسس ولا لا؟ انا عندي اربعه، ففي احتماليه ان هم يبقوا ريبيتد. لو كان عندي اتنين مفيش، لان هم دايما هيبقوا كونجكت. فانا هنا عندي اربعه بولز على الجي اوميجا اكسس، يبقى انا عندي بول في الليفت اب بلين، عندي اربعه بولز على الجي اوميجا اكسس، ففي احتمال ان هم يبقوا كده مش ريبيتد، وفي احتمال ان هم يبقوا ريبيتد. لو هما كانوا repeated يبقى system unstable، لو مش repeated يبقى system marginal stable. طب ازاي نحدد حاجة زي كده؟ ال pools دي بتبقى roots، احنا قلنا roots ال even polynomial، واحنا عارفين ال even polynomial صح؟ ال even polynomial هو s bar 4 plus 6s squared plus 8، ده ال even polynomial اللي roots بتاعته هي الاربعة البولز اللي على الجي اوميجا اكسس. طيب امتى كان يبقى repeated؟ عشان يبقى repeated لازم يبقى البولينوميال ده في صورة ال perfect square، يعني اقدر اكتبه بولينوميال كده اوردر 2 باور 2. لو انا قدرت احطه في الصوره دي يبقى ساعتها البولز ريبيتد، لان انا عندي بيرفكت سكوير او عندي سكوير مضروب باور 2، فالروتس هتبقى ريبيتد. لو ما قدرتش يبقى الروتس مش ريبيتد. وطبعا البولينوميال ده مش بيرفكت سكوير، ما اقدرش احطه على الصوره دي، لان انا عشان احطه على الصوره دي يبقى اس زائد جذر 8 سكوير. فده لو فكرنا ده هيديني اس سكوير زائد 2 جذر 8 اس زائد 8، فالاس سكوير دي هتبقى اس سكوير، دي هتبقى اس ب 4 اس سكوير. فالاس ب 4 هي الاس ب 4، ال 8 هي الاس ب 8، لكن 2 جذر 8 مش هي ال 6. فلو انا كان عندي بدل ال 6 2 جذر 8 كان ساعتها يبقى اقدر احط البولينوميال ايفن بولينوميال على شكل بولينوميال سكند اوردر بعد كده كل سكوير، وساعتها يبقى البولز ريبيتد والسيستم انستابل. لكن لان ده مش متحقق يبقى البولز من غير ما اعرف قيمتها كام انا عارف ان هي مش ريبيتد، وبالتالي السيستم مارجنالي ستيبل. طيب احنا قلنا ان الراوث هيروتس كريتيريون مش قيمتها الاساسيه في ان انا بعرف احدد الاستابيليتي بتاع السيستم، قيمتها الاساسيه في الديزاين. فعايزين ناخد مثال على الكلام ده. هنفترض ان احنا عندنا بلانت الترانسفير فانكشن بتاعها اس بلس 1 على اس بار 3 زائد 4 اس سكويرد زائد 6 ماينس اس. بسهوله استخدام الكالكوليتر ممكن نطلع روتس، او حتى طبقنا راوث هيروتس كريتيريون على طول هنعرف ان السيستم ده انستابل، والبولز هي 1 وماينس 2 وماينس 3. فانا عندي بول في الرايت هاف بلين يبقى السيستم انستابل. عندي بلانت بطبيعتها ترانسفير فانكشن بتاعها انستابل، واحنا نفتكر ان انستابل معناها ايه؟ معناها ان الناتشرال ريسبونس بيجرو انباوندد، يعني انا بدخل باوندد انبوت وبيطلع الاوتبوت انباوندد، فكده ده يحصل دامج في السيستم. مثال على كده لو عندي الكتريك سيركت، ممكن الاقي الكرنت في السيركت ده عمال يزيد يحرق لي الكومبوننتس لو انا ما تدخلتش وعملت بروتكشن ووقفت السيستم. فده اكيد حاجه غير مرغوب فيها تماما ان السيستم بتاعي يبقى انستابل. طب انا البلانت طبيعتها كده وانا مش عارف اغير حاجه في البلانت، مش عارف اغير حاجه في الدينومينيتور ولا في النيوميريتور، دي بارامترز في السيستم ماليش تحكم عليها، يبقى هل كده السيستم دي السيستم ده مش عارف اتعامل معاه؟ الاجابه لا. يجي هنا بقى دور الديزاين كنترولر، هنجيب البلانت ونحطها نعمل كلوزد لوب. ان انا اعمل الكلوز لوب ازاي؟ ان انا هقيس، جيب سنسور واقيس الاوتبوت واعمل فيدباك للاوتبوت اقارنه بالريفرنس. انا عايز الاوتبوت ده يبقى كام، يبقى انا قست الاوتبوت اقارنه بالريفرنس، احسب الايرور والايرور ادخله على الكنترولر اللي هنعمل له ديزاين، والكنترولر ده يتحكم في البلانت بالغرض النهارده ان احنا نخلي السيستم ستيبل. طيب احنا عارفين ان الاوبن لوب، الاوبن لوب ترانسفير فانكشن نقصد بيها ايه؟ نقصد بيها البلانت نفسها n of s اللي هي n of s على p of s قصدي اللي هي n of s على d of s. يبقى دي كده الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي انستابل. الكلوز لوب ترانسفير فانكشن، والكلوز لوب ترانسفير فانكشن نقصد بيها ال y of s اللي هي الاوفرول ترانسفير فانكشن y of s على ال r of s. وشفنا في المحاضره بتاعه البلوك دياجرام ريدكشن ان النيجاتيف فيدباك توبولوجي من الكومن توبولوجيز، وهي الريدكشن بتاعه هيبقى c of s مضروبه في p of s اللي هي فيد فورورد ترانسفير فانكشن مقسومه على 1 بلس، لان انا بتكلم على نيجاتيف فيدباك، سي اوف اس مضروبه في بي اوف اس.
طيب احنا علشان عندنا اكتر من ترانسفير فانكشن، فاحنا هنخلي دي ان بي ودي بي، يبقى النيوميريتور بتاع البلانت والدينيوميريتور بتاع البلانت. عشان دلوقتي عندنا سي اوف اس ان جنرال، هو برضه هيبقى ليه نيوميريتور ان سي اوف اس وليه دينيوميريتور دي سي اوف اس. فلو عايزين نعوض بقى بالسي اوف اس والبي اوف اس هنا عشان نجيب الواي اوف اس على الار اوف اس، فهنلاقي ان هي بتساوي ان سي اوف اس ان بي اوف اس على دي سي اوف اس دي بي اوف اس بلس ان سي اوف اس ان بي اوف اس. يبقى دي كده الكلوزد، اسمها الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن. طيب لو بصينا على الكاركترستيك ايكويشن والاوبن لوب كاركترستيك ايكويشن، فالاوبن لوب كاركترستيك ايكويشن هي دي بي اوف اس ايكوال 0، والروتس هتبقى البولز بتاعت الاوبن لوب سيستم. يبقى دي الاوبن لوب كاركترستيك ايكويشن اللي الروتس بتاعتها هتديني الاوبن لوب بولز. اما الكلوز لوب كاركترستيك ايكويشن فهي دي سي اوف اس دي بي اوف اس زائد ان سي اوف اس ان بي اوف اس. يبقى دي الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن كاركترستيك ايكويشن. طيب لو بصينا على الاوبن لوب كاركترستيك ايكويشن اللي هي دي بي اوف اس اللي هي الدينومينيتور بتاع البلانت، ودي حاجه انا ماليش تحكم فيها، فالاوبن لوب بولز ما بقدرش اغيرها. فلو السيستم زي ما عندنا كده انستيبل، يبقى انا ما عنديش تصرف وهو اوبن لوب. لكن لو حطيته في الكلوز لوب هيظهر عندي هنا ان الكلوز لوب دلوقتي كاركترستيك ايكويشن معتمده على الدي سي اوف اس والان سي اوف اس، ودول حاجتين انا اللي بعمل لهم ديزاين في الكنترولر، يبقى دول انا اللي بتحكم فيهم. يبقى عن طريقهم هقدر اتحكم في الكلوز لوب كاركترستيك ايكويشن وبالتالي الكلوز لوب بولز. طيب حاله الاكزامبل في كنترولر اللي احنا هنتعامل معاه النهارده هو البروبورشنال كنترولر. ده نوع من انواع الكنترولرز، وهو ابسط انواع الكنترولرز الممكنه. بروبورشنال كنترولر، الكنترولر بسيط جدا، عباره عن ان سي اوف اس بتساوي كي جين كي، يبقى رقم كونستنت. يبقى الكنترولر بتاعي هنا عباره عن جين كي. فايه اللي بيحصل؟ باخد الريفرنس وبقيس الاوتبوت، اقارنهم ببعض، احسب الايرور، الايرور ده يتضرب في جين رقم ما 5 6 ايا كان، وبعد كده يديني، يبقى ده كنترول اكشن. كنترول اكشن يبقى عباره عن كي في ايه الجين في الايرور، وده اللي يدخل على البلانت. يبقى ده ابسط انواع الكنترول. طيب في وجود الكنترولر البسيط ده الكاركترستيك ايكويشن هتبقى كام؟ نرجع للسيستم بتاعنا، احنا كان عندنا الدي بي اوف اس بتساوي اس باور 3 زائد 4 اس سكويرد زائد اس ماينس 6، وكان عندنا الان بي اوف اس بتساوي اس زائد 1. وهنا هنطبق بقى القانون ده عشان نحسب الكلوز لوب كاركترستيك ايكويشن. الدينومينيتور بتاع سي اوف اس بواحد، الدينومينيتور بتاع البلانت هيبقى اس باور 3 بلس 4 اس سكويرد بلس اس ماينس 6، زائد النيوميريتور بتاع الكنترولر اللي هو ان سي اوف اس هيساوي زائد جين كي، مضروب في النيوميريتور بتاع البلانت اللي هو اس زائد 1. فده يديني اس كيوب بلس 4 اس سكويرد زائد كي زائد 1 S زائد K ماينس 6. وبعدين انا عايز بقى واضح دلوقتي ان الكاركترستيك ايكويشن بتاعت كلوز لوب سيستم معتمده على الجين كي، بتتغير مع تغير الجين كي، وبالتالي الكلوز لوب بولز هتتغير لما اغير قيمه الجين كي. انا عايز اعرف ايه قيم الجين كي اللي تخلي لي الكلوز لوب بولز كلها في الليفت هاف بلين، وبالتالي السيستم يبقى ستيبل. هنا بقى تيجي الميزه بتاعه الراوث هيرويتز كريتيريون في عمليه الديزاين. اختياري قيمه الجين كي ده معناه كده انا بديزاين الكنترولر، واللي هيساعدني هي التول اللي احنا اتعلمناها النهارده اللي هي راوث هيرويتز كريتيريون. فاروح اول خطوه ان انا اعمل التيبل بتاعي اس بار 3 اس 2 اس بار 1 اس بار 0، املاه عادي جدا. لما يقابلني كي احط الكي زي ما هي، يبقى عندي 1 كي زائد 1، وبعد كده هيبقى عندي 4 كي ماينس 6، عادي جدا هعمل الجدول بتاعي. وبعدين هيبقى عندي 4 كي زائد 4 ماينس كي زائد 6 على 4، فده يديني 3 كي زائد 10 مقسوم على 4. وبعدين هنا هيبقى عندي 0، وبعد كده هيبقى عندي الكي ماينس 6 صفر، وهنا كي ماينس كده. انا عملت جدول عادي بس في النون اللي هو الكي. وبعدين برضو هبص على اول كولوم. المره دي انا مش بشوف السيستم ستيبل ولا لا، المره دي انا عايز افورس السيستم اخليه ستيبل. فعشان اخلي السيستم ستيبل لازم اخلي ما عنديش اي ساين تشينجز، لان لو انا عندي ساين تشينجز هيبقى عندي رايت هاف بلين بولز، السيستم هيبقى ان ستيبل. الحاجه الثانيه مش عايز اخلي ان يبقى في صف كله صفار، لان انا لو خليت ان في صف كله صفار فده معناه ان انا هيبقى عندي ايفن بولينوميال، وحاله الايفن بولينوميال عشان السيمتريه حوالين الاوريجن دايما هتديني حاله للسيستم مش ستيبل. يا اما عندي بولز في الرايت وبولز في الليفت ساعتها ان
unstable اما البولز على الجي اوميجا اكسس ساعتها مارجنال ستيبل، يبقى مش هقدر ابقى يبقى عندي سيستم ستيبل. فالحل الوحيد ان ما يبقاش عندي صف كله صفار وما يبقاش عندي ساين تشينجز. طيب لو جينا بصينا على اول اشاره في العمود هنلاقي ان هي بوزيتيف، تاني اشاره بوزيتيف. فرضا هنفترض مع بعض حاله لو كانت ماينس 4 مش بوزيتيف 4، ساعتها كانت يبقى الاشاره الثانيه ماينس، بقى عندي ساين تشينج اختياري لقيمه الجين كي مش هتاثر، مهما غيرت الكي دايما هيبقى عندي ساين تشينج. ده معناه ان ابسط انواع الكنترولرز اللي هو البروبورشنال كنترولر هيفشل ان هو يستابلايز السيستم ده، وهبقى محتاج كنترولر معقد عن كده. لكن لحسن الحظ انا حالتي يعني الحاله بتاعتي هنا مش موجود الموضوع ده، فاول ترم بوزيتيف، تاني ترم برضو بوزيتيف، تالت ترم انا عايز افورس انه يبقى بوزيتيف، ورابع ترم عايز اعمل له فورس انه يبقى بوزيتيف، ودي حاجه ممكنه لان الترم التالت والرابع معتمد على الكي. يبقى انا بحط كونسترينتس على الكي. اول كونسترينت اللي هو جاي من الترم ده هيقول ان انا عايز 3k بلس 10 على 4 يبقى اكبر من الصفر، وده هيقول ان الكي لازم تكون اكبر من ماينس 10 على التلاتة. وبعدين نفس الكلام الترم التاني هيقول ان كي ماينس 6 يبقى اكبر من الصفر، فده هيقول ان انا عايز الكي تبقى اكبر من 6. وناخد بالنا ان انا عايز الاتنين يبقوا بوزيتيف، يبقى هنا كأن في ما بينهم اند كي اكبر من ماينس 10 على التلاتة وفي نفس الوقت كي اكبر من 6، فعشان اخد الكونديشن الاقوى فيهم اللي هو كي اكبر من 6 لان ده هيحقق لي الاتنين مع بعض. لو اكتفيت ان كي اكبر من ماينس 10 على 3 ممكن اخد الكي بصفر مثلا، ساعتها بقى حققت الكونديشن ده وده لا، يبقى انا كده مش هيبقى السيستم ستيبل. عشان السيستم يبقى ستيبل لو انا خدت الكي اكبر من 6 ساعتها حقق الكونديشن ده وحقق الكونديشن ده. دي كده اخر حاجه النهارده كنا عايزين نقولها، وهي دي الميزه وليه احنا اصلا اتعلمنا راوث هيروتس كريتيريان، علشان نستخدمها في الديزاين، علشان الديزاين نخلي السيستم نديزاين الكنترولر عشان السيستم يبقى ستيبل. وشفنا ابسط حاله لو الكنترولر كان مجرد بروبورشنال كنترولر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.